بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنقل تحيات معالي الوزيرة التجارة والصناعة السيدة المفضلة نبيل جامع لجمعية السادة الحضور. وبشكر الأستاذ الدكتور علي شمس الدين على الدعوة الكريمة. وبشكر جميع حضراتكم على تواجدكم النهاردة. مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني هي أقدم وأعرق مؤسسة تهتم بالتدريب المهني وتخريج عمالة فنية ماهرة. وإنشأت سنة 54. هي متعددة الأنشطة. في نشاط التدريب النظامي واللي هو نظام التلمذة الصناعية منتشر على 44 مركز تدريب على مستوى الجمهورية. الطالب اللي بيلتحق فيه طالب الإعدادية العامة أو الإعدادية الأزهرية بيقعد 3 سنين دراسية وبيحصل على شهادة دبلوم التلمذة الصناعية، وهو دبلوم معتمد وموازي لدبلوم الفن الصناعي بقرار وزير التربية والتعليم سنة 68. عندنا نظام التدريب غير النظامي اللي هي الدورات القصيرة اللي بتقام برضو بالمراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية. عندنا نظام المحطات اللي هي تعتبر مدرسة داخل المصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، وحاليا المصلحة فيها حوالي 100 محطة. طبعا كلنا عارفين قد ايه مصر دلوقتي مهتمية بالتعليم الفني والتدريب المهني، لان ده هو مستقبل الوطن دلوقتي. اي دولة بتحاول تلاقي مكان في الدول المتقدمة بتهتم بالصناعة، هي اللي بتبين مدى تطورها ومدى تقدمها والاهتمام اللي بيوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم المهني والفني والتقني والتكنولوجي. واعتقد المجهودات الجبارة اللي بتقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد مجاهد تحديدا، يعني احنا متابعين المجهود اللي بيقوم بيه في التعليم الفني، مجهود غير عادي. لكن ده وصلنا ان احنا نطلع عماله فنيه ماهره تخدم الصناعه المصريه لغايه دلوقتي؟ لا، اعتقد مش احسن حاجه. كان في لقاء سابق مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، كان قال حاجه كده ان كل المجهودات اللي بتقوم بها الوزاره بتصطدم امام ثقافه الشعب المصري. ثقافه غريبه فعلا، الشعب المصري ما عندوش حته ثقافه ممكن يودي ابنه تعليم فني او تدريب مهني لسه لغايه دلوقتي. فاحنا دايما بنخاطب اولياء الامور. طب ما نبدا من تحت، ما نخاطب الطالب نفسه. ايه المانع؟ احنا عندنا طلبه الاعدادي دي هي دي الفئه المخاطبه بالتعليم الفني والتدريب المهني. طب ما نخاطبهم هم، نحاول نطلعهم هم، سواء بمحاضرات عندهم في المدارس بتاعتهم او بعمل زيارات ميدانيه للمدارس التكنولوجيه ومراكز التدريب يشوفوا الدنيا فيها ايه. اعتقد ان نسبة كبيرة منهم هتقتنع، وهو هيقدر يأثر على ولي امره ويقدر يخليه يقدم من نفسه في التدريب المهني والتعليم الفني اللي الدولة محتاجة لهم دلوقتي. انا بشكر الدكتور خالد عبد العظيم على المشاركة الجميلة مع اتحاد الصناعات اللي احنا قايمين بيها، لان المخرج بتاعنا التعليم الفني هو ده اللي عايزه رجل الصناعة. هو في النهاية منتج نهائي لصالح رجل الصناعة، فلازم يشارك في المنتج بتاعه ده. لازم يقول هو عايزه ازاي؟ هينفعه ازاي؟ ويشارك بكل مجهود فيه. احنا بمصلحة الكفاءة الإنتاجية فاتحين بابنا لكل جهة حابة تتعاون معانا لتحقيق هدف إنشاء المصلحة اللي منشأة من سنة 54، اللي هو تخريج عمالة فنية ماهرة مدربة منضبطة. أي جهة في جمهورية مصر العربية حابة تتعاون مع مصلحة الكفاءة الإنتاجية، إحنا بابنا مفتوح للجميع، وكل الدعم وكل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الهدف المنشود ده. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، وآسف على الإطالة. شكرا.